نحن المتناثرون شظايا، الممطرون لحما، نتقدم بالاعتذار الشديد من هذا العالم المتحضر فردا فردا، رجالا ونساء وأطفالا، لأننا وبدون قصد منا ظهرنا في منازلهم الآمنة بلا استئذان، نعتذر لانطباع أشلائنا في ذاكرتهم البيضاء كالثلج، ولأننا خدشنا صورة الإنسان الطبيعي الكامل في أعينهم، لأننا وبكل وقاحة قفزنا فجأة على نشرات الأخبار وصفحات الإنترنت والجرائد، عاريين إلا من دمائنا وبقايا أجسادنا المتفحمة، نعتذر من كل العيون التي لم تجرؤ أن تنظر في جراحنا مباشرة لكي لا تصاب بالقشعريرة، ونعتذر من كل من لم يستطع إكمال وجبة العشاء بعد أن فاجأته صورنا طازجة على التلفزيون، نعتذر عن الآلام التي سببناها لكل من رآنا هكذا بلا تجميل أو تقطيب أو إعادة جمع ببقايانا وقطعنا قبل أن نظهر في الشاشات، ونعتذر أيضا من الجنود الإسرائيليين الذين تكلفوا عناء الضغط على الأزرار في طائراتهم ودباباتهم لتحويلنا إلى قطع، نعتذر منهم على الصور البشعة التي تحولنا إليها بعد أن صوبوا قنابلهم مباشرة إلى رؤوسنا الطرية، وعلى الساعات التي سيقضونها الآن في عيادات الأطباء النفسيين ليعودوا بشرا كما كانوا قبل تحويلنا إلى أشلاء مقززة تلاحقهم كلما حاولوا النوم. نحن الأشياء التي رأيتموها على الشاشات والصحف، والتي إن اجتهدتم في جمع بقاياها كلعبة البازل الشهيرة فإنكم ستفوزون بصورة واضحة لنا، واضحة لدرجة أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. Vi ber om ursäkt för de avtryck som våra inälvor lämnat i era snövita minnen och för att vi gjort repor på bilden av den perfekta och naturliga människan i era ögon. Skamlöst har vi hoppat rakt in i nyhetssändningarna, nakna så när som på vårt blod och våra förkolnade lik. Al-Jabbana الديسق الدو السبتاء أم عبيد البيداء البرية أكن الفلات أكن الصردحة أكن القفر الدست أكن الفيفاء المفازة التيهاء المهمة البلقع المرض التيماء اليهماء النفنف السهب الفاق الدشت
المسطح. Thank you.